صاحبي تعال روح نصلي، مش سامع صوت الاذان. انت قلت مالك انت؟ تعال روح نصلي. انت مالك؟ اسمع مني، انا عندي مشوار. عندك ايه؟ مشوار. ايه؟ مشغول. مشغول؟ لا لا معلش اذنك، انت لو مشغول برضه روح نصلي الاول. بالعافيه. لا مش بالعافيه، لا مش بالعافيه، انا بقول لك تعال روح نصلي يا اخي. يا اخي نصلي انا وانت، اتجمع انا جوه الاذان شغال. يا عم احنا حنين، انا عندي مشوار. استنى بس، خد بالله عليك، بالله عليك روح نصلي، بالله عليك عشان خاطر. طب اسمع، طب اقول لك ايه يا عم، اقول لك ايه وبعد كده نشوف هتروح المشوار ولا لا. ماشي. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص يعني انت مثلا ايه، انت بتفكر ان انت هتروح تخلص مشوارك وبعد كده تطلع تصلي؟ ما ممكن انت تروح تخلص مشوارك وتطلع يحصل لك حادثه الله اعلم بعد الشر، او يحصل لك اي حاجه بعد الشر عليك، بس الله اعلم بالقدر، الله اعلم وقتنا امتى. فاللي احنا نفسنا فيه ان احنا وقتنا ده يجي واحنا مصليين اخر نداء، سامعين اخر نداء، مصلين اخر صلاه كانت علينا مكتوبه، صح ولا بتكلم غلط؟ حصل والله، بس انا كان عندي مشوار يعني. برضو مش مقتنع برضو؟ يعني انت اقتنعت بالايه ما حسيتش ان انت عايز تيجي تصلي معايا؟ لا حسيت بجد والله. طبعا. طب يلا بينا نروح نصلي يا عم، وبعد كده اللي بنيجي ونشوف القصه دي ايه. تمام. مش هناخده 5 دقايق ان شاء الله. يلا بينا. تمام. يلا بينا دلوقتي يا جدعان. اخترنا اخونا محمود راح صلى معانا. تمام. وكل يوم باذن الله هنختار حد كده في الشارع يروح يصلي معانا. وانا في الشارع وانا في المسجد بقى اكتشفت حاجه غريبه، اكتشفت حاجه غريبه في محمود، بيعمل حاجات غريبه جدا وبيقول حاجات غريبه جدا. ممكن تسمعنا حاجه باللي انت كنت بتقولها لي في المسجد دي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله أكبر. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ما شاء الله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هات بوسة يا ابني وهات حضن يا ابني. والله العظيم بسم الله. انا بقول لكم انا سمعت حاجات غريبة، هو دي الحاجات الغريبة والحلويات يا جدعان. بصمة كأنه خد بصمة الشيخ مارن مقلي. لا 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 يا محمود، لا لا لا، انت خدت بصمة الشيخ ماهر المقلي. انت خدتنا الكعبة يا اخي، خدتنا الحرام في لحظة. انا سافرت في صوتك. الايات اللي انت بتقولها دي ايات عظيمة جدا. واستمع يوم ينادي ايه؟ المنادي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان ايه؟ قريب. قريب. احنا انا عشان كده قلت لك يلا بينا، لقيته في المسجد يا جدعان، فتح لي قلبه كده في المسجد وقعد يحكي لي ويقول لي ده صوته حلو والله، بحب اقرا قران. حاجة جميلة جدا يا جدعان لما يقول لك ايه؟ حي على الصلاة. خلاص تحس ان هو بينادي لك، بيقول لك النداء الاخير. تحس ان المؤذن هو بيأذن بيقول لك النداء الاخير. خلصت صح؟ ما هو قال لي في المسجد. ايوه انا افتكرت ايات جميله، افتكرت. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحه بالحق، ذلك يوم الخروج. صح كده؟ ما شاء الله عليك يا محمود. محمود سمعني حاجة تاني للشيخ ماهر المعجلة عشان خاطري. بالله عليك انت كيفتني يا اخي. انا متكيف منك، انت جبت الشيخ ايه ده؟ انا بحب الشيخ ماهر المعجلة ده، انا متربي على صوته. طبعا ده يلا ده سمعنا حاجة.
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله عليك وعلى حلاوة صوتك ونداوة صوتك. انت معجزة. انت من اسكندرية؟ معجزة الاسكندرية يا جدعان. انا ما شفتش ولا هشوف كده يا جدعان. بيجيب ماهر المعبن بالظبط. يا ناس اسمعوا يا ناس. انا بقولك اسمع، بقولك على حاجة، حط مايك يعني سماعات في ودانك، حط سماعات في ودانك وقول انا هسمع ماهر المعبن دلوقتي. وتخيل، تخيل ان انت في الحرم. انا جايب لك ممنوعات، انا بجيب لك من الاخر. يا عم اسمع مني بقى يا عم، انت رايح فين؟ اسمع اسمع محمود بيقول ايه. اسمع الجمال والحلاوه، ده المعجزه بتاعت اسكندريه، ده معجزه اسكندريه ده يا جدعان. بيقول لك ايه، حاجه فكرني بالايات الجميله اللي بتقول ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. انا عايز اسمع حاجه تانية. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر الله أكبر عليك يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحفظك. ثالث شيخ يقلده يا جدعان بالجمال ده بيجيب بصمة الصوت بالظبط. ده زي ما تقول قاعد سايب الدنيا كلها وقاعد يدرس في الشيخ. بعد ما عندكم عايز ايه؟ بعد ما عندكم مين يا اخي؟ كفايه تواضع بقى يا اخي، ارحمنا يا اخي، كفايه تواضع يا اخي، ده انت مالكش حل والله.